أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، رضي الله عنكم. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. أحوال المسند. أما تركه فلما مر كقوله: فإني وطيار بها لغريب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. تحدثنا طبعا عن أحوال المسند، وقلنا إن المقصود بأحوال المسند أننا لا نبحث في أحوال الكلمة من حيث ذاتها، وإنما نبحث في الكلمة من حيث مطابقة، نبحث في الكلام من حيث مطابقته لمقتضى الحال. وأيضا ينظر البلاغي إلى مزية في التقديم أو في التأخير أو في التعريف أو في التنكير أو في الحذف أو في الذكر، فإنه ينظر إلى تلك المزية، وهذا هو المقصود بالأحوال من ناحية البلاغة. وأما من ناحية النحو فهو يبحث عن أحوال الكلمة من حيث الرفع والنصب والجر وكونها فاعلا وكونها مفعولا ونحو ذلك من هذه الأشياء. وقلنا إن الشيخ هنا رحمه الله قال: أما تركه، ولم يقل أما حذفه، وقال في المسند إليه: أما حذفه. وقلنا إنه قال أما حذفه ليشعر بأهمية المسند إليه عن أهمية المسند، ذلك لأن المسند إليه هو المحكوم عليه، وكأن المسند إليه هو القضية والمسند هو المحكوم به، ولا يوجد شيء يحكم به إلا إذا وجد محكوم عليه. فمن أجل ذلك كان المسند إليه أهم من المسند، فقدم ترك المسند لأنه هو المفروض أنه هو موجود ثم بعد ذلك نتركه. ولذلك قال بعضهم: يقدم العدم على الوجود، فالعدم سابق على الوجود وبعد ذلك يأتي الوجود. طيب، الأصل في المسند الترك ولا الذكر؟ الأصل في الذكر. فالترك يعني هذا لا بد أن تكون له مزية معينة، ولا يجوز ترك المسند أو حذفه إلا إذا وجدت هناك قرينة، لا بد أن تكون قرينة تساعد على تعيين المسند المحذوف. أراد أن يتحدث عن بعض الأمثلة فقال: كقول الشاعر ضبي ابن الحارث، أو بعض البلاغيين يقول عليه ضبي ابن الحارث: غضب عليه سيدنا عثمان في موجدة فسجد له، فقال: فمن يك أمسى بالمدينة رحله، فإني وطيار بها لغريب. وقلنا إن طيار اسم فرس أو اسم جمل للشاعر. وبعدين الشاهد في هذا البيت، واحنا تكلمنا عنه في الجمعة الأسبوع الماضي، شاهد في قوله: فإني وطيار بها لغريب. لغريب هنا خبر لمين؟ خبر لإني، يعني للمسند إليه المفهوم في إني اللي هو الياء ده، إني أنا يعني. والدليل على أنه خبر لإني التحاق اللام في ذلك الخبر، لأننا قلنا إن هي التي تدخل اللام على خبرها، الأصل فيها أن تكون لام ابتداء فتدخل على المبتدأ، ولكن إذا جاءت إن أو إحدى أخواتها فتزحلق من الابتداء إلى الخبر. فقوله لغريب خبر لإني، خلاص يعني خبر للمسند إليه بتاع إني ده. طيب، وكلمة طيار خبرها محذوف. طيب، لماذا كان خبرها محذوفا؟ قال لك: والله إما لضيق المقام، وإما للاحتراز عن العبث ونفي الفضول. طيب، ضيق المقام عارفين، وهو ماذا؟ وهو أن الشعر لا يسمح بذكره، يعني في ضرورة شعرية تستدعي أن يحذف خبر طيار. طيب، نفي الفضول لماذا؟ قال لك: لأن الشيء إذا دل عليه دليل يمكن
أن يفهم منه، فمن العبث ومن الفضول أن تذكره بعدما دل عليه دليل، من الفضول أن تذكره بعدما دل عليه دليل، لأن المقصود من الكلام ما هو؟ الإفهام والإعراض عن الغرض الذي في نفسك. فحيث وجد الغرض الذي في نفسك واستطعت أن تفهم الغرض، يبقى ما الداعي للكلام؟ يعني كأن الكلام غاية وليس إيه؟ وليس وسيلة، هو الصعب. ولذلك قال بعضهم المعنى هو القصد، واللفظ ما هو إلا المعرض الذي يعرض فيه الكلام. فلو استطعنا أن نعبر عن المعنى دون الاحتياج إلى الكلام، فالبلاغة أن تعبر عن المعنى من غير أن تحتاج إلى الكلام. ولكن هناك أشياء لا تستطيع أن تعبر عن المعنى فيها إلا إذا احتجت إلى كلام، أو إلا إذا كان بالكلام. مثلا عندك إنسان وجاءك خادمك مثلا، وأنت تريد وأخبرك أن شخصا أتى إليك، وهذا الشخص غير مرغوب فيه، لا تحب أن تقابله، فقلت هكذا لخادمك، هل الفصاحة هنا والبلاغة أن تقول له اطرد ذلك الشخص أو لا تأذن له، أو الفصاحة والبلاغة أن تشير إليه بيدك هكذا؟ شير إليه، أنت قد أفهمته، وطالما أنك أفهمته فلا داعي لإيه؟ لا داعي لكثرة الكلام. كما أنك إذا استطعت أن تؤدي المعنى بالكلام القليل فلا داعي لكثرة الإيه؟ لكثرة الكلام. مفهوم؟ فمن أجل ذلك القرآن الكريم كان يقتصر على المفيد فقط، وما استطاع العقل أن يدركه لا يطيل بذكره أبدا، لأن البلاغة كما قلنا هي الإيجاز، البلاغة الإيجاز، والإيجاز أيضا يدل على براعة الإنسان وفهم الإنسان وعلمه باللغة وفنون اللغة وأساليبها. أنا قلت لكم قبل كده أن رجلا كتب رسالة لإنسان وقال له، وكانت الرسالة طويلة، قال أعتذر عن التطويل فليس عندي وقت للإيجاز. يعني كان المفروض يقول له أعتذر عن الإيجاز فليس عندي وقت للتطويل، لكنه قال أعتذر عن الإطلاق فليس عندي وقت للإيجاز، لأن الإيجاز أنت تريد أن تضع الرصاصة أمام الهدف الذي تصيبه. ممكن أنت في الإطلاق تتكلم 100 كلمة علشان تقصد حاجة تفهمها له، لكن اللي عارف يقول كلمة موجزة تجد إيه؟ تجد أنه يأتي بها مصيبة للغرض. فلذلك ما دام الأمر قد دل عليه دليل فلا داعي لذكره. قال فإني وغيار بها لغريب، أي فإني لغريب وغيار بها أيضا غريب. وإحنا قلنا طبعا لا يجوز أن نقول إن هذا معطوف على اسم إن، وإن كلمة لغريب خبر للاثنين، خبر لمين؟ للاثنين. وارتكاب الإفراد في موضع المثنى أمر سهل يعالج، يعني ارتكاب الإفراد في موضع المثنى أمر يعالج، يعني هنقول فإني وطيار بها من أهل الغربة، هيبقى كده عالجناها ولا ما عالجناهاش؟ عالجناها. فمن أجل ذلك نقول إن إننا يعطف عليها قبل أن تستوفي إيه؟ قبل أن تستوفي خبرها، فما ينفعش. مفهوم؟ طيب إذا المحذوف هنا تقدير فإني وقيار، فإني لغريب وقيار غريب أيضا. الغرض أو المزية التي أدته للحد هي إيه؟ نفع الحضور وضيق المقام والاعتراض عن العبث وفضل الاختصار. كل ده، كل ده والنكات البلاغية لا تتداخل. نعم. وقوله نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. قد حذف هنا أيضا لنفي الفضول والاحتراز عن الايه؟ وضيق المقام. طب ضيق المقام عشان الشعر لا يسمح بأكثر من هذا.
الأولى. الأولى أن الخبر المحذوف هو خبر إيه؟ المسند إليه الثاني. المسند إليه الثاني. وأما هنا فخبر المحذوف هو المسند إليه الأول. خبر المحذوف خبر المسند إليه الأول. تقدير الكلام فإني نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك إيه؟ وأنت بما عندك راض. طب حذفه ليه؟ قال لك حذفه لدلالة الثاني إيه؟ لدلالة الثاني عليه. نأتي بمثل من القرآن الكريم، يعني إن كان هو ما مثلش به، يقول الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. نحن عندنا العدد كما تعلمون عدة مطلقة رجعيا، وهي إما أن تكون ثلاثة قروء وإما أن تكون ثلاثة أشهر. ثلاثة قروء إن كانت من ذوات الحيض، وأما إن لم تكن من ذوات الحيض كالصغيرة جدا واليائسة فإن عدتها تكون بالأشهر ثلاثة أشهر. فقد قال الله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم، جاء بالخبر هنا، فعدتهن ثلاثة أشهر. خلاص؟ أراد تعالى أن يلحق اللائي لم يحضن بالحكم باللائي يئسن من المحيض، لأن ما دام ما عندناش علامة تدل على الحيض يبقى في الحالة دي إيه؟ العدة بالأشهر. فدي لسه ما حضتش الصغير، والتي يأست لم تحض، فالعدة تكون بالإيه؟ بالأشهر. فقال في الأولى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، جاب الإيه؟ الخبر المسند يعني. جاء في الثانية فقال: واللائي لم يحض، لم يذكر المسند. تقدير الكلام: واللائي لم يحضن عدتهن كذلك. واللائي لم يحضن عدتهن كذلك، يعني ثلاثة أشهر. طيب لماذا يذكر المسند في الخبر في المبتدأ الثاني؟ لا داعي له، لأن ذكره نفي، لأن ذكره حضور. فمن أجل ذلك يتنزه القرآن الكريم عنه، فيريد أن يرد الإنسان إلى العقل. مش عايزك أنت تقرأ القرآن أو تفهم الأسلوب العربي كده وأنا كل كلمة لازم أوقفك عليه وأقول لك دي كذا ودي كذا ودي كذا، لا، لا بد لعقلك أن يعمل. يقول تعالى: يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. هنا وقفنا عندها في المرة اللي فاتت. يحلفون بالله المنافقون، يحلفون بالله لكم ليرضوكم. طيب خلاص دي انتهينا منها. والله ورسوله أحق أن يرضوه. لو قال: والله ورسوله أحق أن يرضوهما، لانتهت إشكال. ما كناش قلنا ليه ما جابش مثلا خبر المسند ده وخبر المسند ده، لأن الأمر في واحد، حكم واحد هنا. والله ورسوله أحق أن يرضوهما، خلصت المشكلة. لكنه تعالى لم يقل ذلك، وإنما قال: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. قال بعض العلماء: إنما قال: والله ورسوله أحق أن يرضوه، ولم يقل أحق أن يرضوهما، فرارا من الجمع في ضمير واحد بين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فرارا من الجمع في ضمير واحد بين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأورد قصة الخطيب الذي خطب وأساء في خطبته حين قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد أضل. فقد جمع بين الله ورسوله في ضمير واحد. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم:
زدت الخطيب أنت، يعني لأنك جمعت بين الضميرين، ضمير الله وضمير رسوله صلى الله عليه وسلم في لفظ واحد، وكان ينبغي أن تفاوت بين الضميرين، فلم يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. فأخذ بعض العلماء تلك القصة وقال قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن يجمع بين الضميرين في كلام واحد. كيف؟ يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. كيف يعيب على الخطيب أنه جمع بين الضميرين في لفظ واحد، ثم يقول هو صلى الله عليه وسلم أن يكون الله يجمع بينهما في لفظ واحد؟ قال بعضهم إن الخطب تقتضي الإطمار، فكان ولا بد للرجل أن يفصل ويوضح. هذا رد. رد آخر يقول إن هذا الرجل الخطيب يخشى عليه أن يساوي بين الله ورسوله في ضمير واحد، أما خير الخلق صلى الله عليه وسلم فهو يعلم قدر التفاوت الذي بين الله وبين رسوله، فإذا ذكر ذلك فلا يخشى عليه شيء ولا على سامعه شيء. فمن أجل ذلك كان الجمع بين الإيه؟ بين الضميرين في ضمير واحد. هنا بدأت الآية والله ورسوله أحق أن يرضوه. إن قلنا إن هذه الآية جاءت بأن يرضوه بدلا من أن يرضوهما فرارا من الضمير، قال بعضهم ليس ذلك، وإنما لاتحاد الرضيين، رضا الله ورضا رسوله، فكأن أنه الذي يرضي رسول الله يرضي الله، والذي يرضي الله يرضي رسول الله. ألم يقل الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله؟ ألم يقل تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله؟ فكأن الرضا من الله مش ربنا، مش الله ليس له رضا ورسوله له رضا، لا، ده الله رضاه في رضا رسوله ورضا رسول الله في رضا الله. فيبقى ليه في سن الضمير؟ يبقى يوحد الضمير. يبقى إذا إحنا دينا خدنا إيه؟ خدنا مزية هنا. السبب في توحيد الضمير مع أن العائد اثنين على الضمير اثنين، العائد عليه الضمير اثنين، وله السبب في ذلك مش إما أن نقول فرارا من الجمع بين الضميرين في لفظ واحد، وإما أن نقول وحد بينهما لاتحاد الرضيين، رضا الله ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم. وذلك كان موجودا في العرب إنهم يجمعوا الأشياء في شيء واحد. الشاعر لما قال إيه؟ فيها خطوط من سواد وبلق، كأنه في الجلد توليع البرق، فيها خطوط من سواد وبلق. الخطوط دي جمع ولا مش جمع؟ جمع. لكن لما جه يعيد الضمير عليها قال كأنه طب كأنه كان المفروض يقول كأنها، لكنه قال كأنه، يعني عشان ما يجيش واحد يتصيد القرآن ويقول لك القرآن بيفرض ضمير مع أنه حقه أن يعود على إيه؟ على مسنة. نقول لا، ده حتى العرب نفسهم للاختصار ولنفي الفضول والاحتراز عن العبث كانوا يقولون شيئا من هذا. فيها خطوط من سواد وبلق، كأنه في الجلد توليع البحر. كأنه لما واحد اعترض عليه على الشاعر قال له أنت لا ما لم تفهم، أنا أردت كأن ذلك في الجلد توليع البحر. كأن ذاك، كأنه أي كأن إيه؟ أي كأن ذاك، أي كأن الذي أشرت إليه قبلا هو توليع الإيه؟ توليع البحر. خلاص؟ العلماء بيقولوا هنا أن قوله تعالى، قوله تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه، أين خبره؟ أين المسند المحذوف؟ أهو مسند الجملة الأولى أم مسند الجملة الثانية؟ طيب أنت الآن تعطيه لمين؟ والله
الافضل بقى تدي ما دام الخبر ده جنب بعد جه بعد رسوله صلى الله عليه وسلم، الافضل ان تعطي الخبر لمين؟ المذكور لرسول الله، والله ورسوله احق ان يرضوه، ويقول التقدير والله احق ان يرضوه ورسوله احق ان يرضوه. بعضهم قال لا، والله احق ان يرضوه والخبر هو اللي خبره ايه؟ موجود. موجود، ورسوله هو اللي خبر محذوف. ليه؟ قال لك الاتحاد الرضايين، عشان رضا رسول الله هو رضا الله فحدث، ولان ما دام وجد خبر يدل يبقى لا داعي لان نذكر الخبر الايه؟ ان نذكر الخبر الثاني. مفهوم؟ اذا هذا للاحتراز عن العبث او لنفي الايه؟ لنفي الفضول. طبعا ده ما يتصورش فيه الضيق. مفهوم؟ لان في حاجات يتصور فيها ضيق المقام مع الاحتراز عن العبث مع الاختصار مع نفي الفضول، ولكن هذا قوله تعالى والله ورسوله احق ان يرضوه لا يتصور فيه ضيق المقام. لان ايه اللي ضيق المقام هنا؟ لم يضيق المقام، فيبقى الكفر ايه؟ نفي ايه؟ الفضول، الاحتراز عن الايه؟ العبث، للاختصار. وكذلك الآية السابقة وهي قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، فيها ضيق مقام دي؟ ليس فيها ضيق مقام، يبقى برضه لنفي الفضول والاعتراض عن الايه؟ والاعتراض عن العبث. والحكمة كده ايه؟ انك الحكمة ان القرآن يقصد الايجاز، وانه يعتمد على العقل فيما يدركه العقل. طب ولما اعتمد على العقل ما السبب؟ ما فائدة ذلك؟ قال لك يا أخي تجعل عقلك يشتغل مع القراءة التي تقرأها، تجعل العقل يعمل ويشتغل مع القراءة التي إيه؟ التي تقرأها. نعم. وقولك زيد منطلق وعمر، كذلك يعني زيد منطلق وعمر منطلق، حذف الإيه؟ الخبر. لماذا؟ المسند، خلينا في البلاغة، حدث المسند لماذا؟ احتراز عن العبث والدور، لنفي الفضول، احتراز عن العبث، لأن قد دل عليه دليل ذكر خبر واحدة، وما دام ذكر خبر واحدة لسنا في حاجة إلى ذكر إيه؟ إلى ذكر الأخرى، نعم. وقولك خرجت فإذا زيد، مما يدل أيضا على ضيق المقام قد تجدونه في بعض الكتب قول المتنبي. قالت وقد رأت اصفراري من به وتنهدت فأجبتها المتنفذ. قالت هو بيقول على محبوبته الأخت اللي بيحبها دي يعني أو المرأة اللي بيحبها، قالت وقد رأت اصفراري ونحوري من فراقها، لأن الإنسان إذا نحل وأصابه تعب، وإحنا قلنا الأسبوع اللي فات برضه إن النحول قرين الايه؟ الاصفرار يعني. فهي لما راته مصفرا هزيلا نحيلا من كثره الفراق قالت له من به؟ من به ايه؟ من به نحول وتعب وقسوه للفراق، أأنا ام انت؟ يعني عايزه تقول له انت ايه؟ يعني عامل لنفسك محب قوي ومصفر كده وناحل وخاسف قوي، لماذا؟ من به ذلك؟ أأنت او انا؟ خلاص. طيب القائم مستفهم ده هو ايه؟ الطالب ولا المطالب بالكلام؟ المستفهم هو الطالب ولا المطالب؟ ها؟ المستفهم هو الطالب، والمستفهم المسؤول يعني هو المطالب. خدت بالك؟ فكأنه يريد ان يقول المتنهد هو المطالب بذلك السؤال، يعني المتنهد مبتدا، المطالب بذلك السؤال هو اللي تعبان اتعب من الاخر واشد تعبا من الاخر. كلام واضح؟ قل له قالت وقد رأت اصفراري من به، سألته من به نحول وقسوة وتعب من شدة الفراق، أأنا؟ من اللي بيسأل؟ المحبوبة. أم أنت أيها المحبوب يا متنبي مثلا؟ قال فأجبتها، رديت عليها بالسؤال بتاعها المتنهد. المتنهد مين؟
المستفهم قلنا عشان نفهم طالب ولا مطلوب ولا مطالب؟ طالب خلاص. والمطالب اللي هو مين؟ الثاني المستفهم اللي بيسأله. فكأنه يريد أن يقول المطالب بالإجابة على السؤال، المتنهد المطالب بالإجابة على السؤال، المتنهد المطالب بالإجابة على مين؟ على السؤال. يبقى المحذوف هنا ايه؟ المسند. يبقى المحذوف المسند خلاص. طيب، ويمكن ان يكون المحذوف هو المسند اليه، ويمكن ان يكون المحذوف هو المسند اليه. مفهوم الكلام ده؟ فهو حيث طبعا ايه يعني هنقول عليه مثلا على انه ده فاعل محذوف، فاعل لفعل محذوف، فاعل لفعل محذوف. قاله المطالب به مثلا، قال ذلك المطالب به، تنهد المطالب به، تعب المطالب به، يعني من الممكن ان تحذفه وتجعله المسند ايه؟ المسند اليه. اللي خلاه قال كده ايه؟ والسبب في ترك المسند هنا ايه؟ ضيق المقام. ضيق المقام والضجر، لانه هو ضجر وتعبان ومتضايق من شده فراق محبوبته، فمش عارف يتكلم كتير، لا يريد ان يتكلم كثيرا. نعم. ومنه نعم خرجت فاذا، وقولك خرجت فاذا زيد، خرجت فاذا زيد. اذا هذه تدل على مطلق الوجود، مطلق الوجود، وقد تنضاف اليها قرائن فيها نوع خصوصيه تبين المحذوف. يبقى اذا تدل اللي هي اذا الفجاءه دي، اذا بيسموها اذا الفجائيه خلاص، تدل على مطلق وجود. مطلق وجود اذا انضمت اليها قرينه فسرت المحذوف. فكأن اتباعا للاستعمال الوارد في اللغه لا بد من حذف خبرها، لا بد من حذف خبرها، وخبرها يعني المسند توضحه القرائن، توضحه القرائن. لأن إذا هذه الفجائية حال الحال الذي تحدث فيه أو يحدث فيه مضمونها هو الذي يدل عليها. الحال الذي يحدث فيه اللي بيقول عليها علماءنا خصوصية، نوع خصوصية مثلا، الحال الذي يحدث فيه مضمونها هو الذي يدل عليها. خلاص. جئت الماضية فإذا العالم، يبقى الحال يدل على الخبر ايه؟ ها؟ يشرح الدرس مثلا او يلقي المحاضرة، مفهوم؟ طيب، خرجت ذهبت الى الغابة فإذا الاسد، حاضر او موجود، خرجت فإذا زيد، اي حاجه خصص. خرجت فاذا زيد بالباب مثلا، خرجت فاذا زيد بالباب، مفهوم؟ طيب، يبقى اذا القرائن والقرائن الحاليه هي التي تحدد لك المحذوف حين تريد ان تقدره، هي لا بد ان يحذف المسند فيها اتباعا لاستعمال الايه؟ الوارد، اتباعا للاستعمال الوارد في اللغه. ولكن ما الذي يعينه حتى تقدره؟ الحاله اللي هي القرائن اللي هتبقى موجوده، زي ما جبنا كذا مثال وقلنا فاذا العالم، فاذا زيد، فاذا الاسد، كل ده هو اللي ايه؟ هو اللي هيوضح القرائن، مفهوم؟ وليه طيب؟ ام انك دائما زي ما قلت لكم اللغه تحب ان تنفي الفضول، فإذا دلت القرينة على المحذوف المقدر لا داعي لذكره اتكالا على ما في العقل، اتكالا على ما في الايه؟ على ما في العقل. يبقى هنا حذف الخبر لماذا؟ أو المسند لماذا؟ نعم؟ لنفي الفضول واتباعا للاستعمال الوارد عن اللغة، اتباع للاستعمال الوارد عن اللغة. وساعة نقول اتباعا للاستعمال الوارد، أنتم تعلمون
يعلمون أن اللغة تؤخذ في بأمرين: الأول القياس، الثاني السماع. فالقياس لا نقول عنه اتباعا لاستعمال الوارد. لماذا؟ لأن عندي قاعدة يمكن أن أقيس عليها، أنا أصدر عنها. فكأن القياس هنا ذكر خبر إذا، ذكر خبر إيه؟ إذا. فحذفناه اتباعا للاستعمال الوارد، لأن المسموع عنهم دائما أنهم يتنزهون عن ذكر خبر إذا. فهذا معنى الاستعمال، اتباعا للاستعمال الوارد. حين نقول مثال للتنظير وليس من الذي معنا في شيء، أستغفر الله العظيم، المفروض في القياس أقول إيه القاعدة؟ أن الصفة تتبع الموصوف، خلاص؟ طب لما أجي أقطع وأرفع أقول أستغفر الله العظيم، يبقى ده اتباعا لإيه؟ استعمال الوارد، خلاص؟ لأنهم إذا أرادوا المبالغة في المدح سمع أنه يقطعون الصفة عن الموصوف فيرفعونها فيقولون أستغفر الله العظيم. هل يا ترى أستغفر الله العظيم بالرفع دي هي القياس؟ ليست القياس، وإنما إيه؟ الاستعمال والسماع قال ذلك. والمدية إيه؟ ها؟ والمدية هي نعم المبالغة في التعظيم، المبالغة في الإيه؟ في التعظيم، يقطعون ذلك مبالغة في التعظيم، مفهوم؟ إذا اتباع الاستعمال الوارد، وستمر علينا فيه أشياء الآن وأمثلة نشرحها إن شاء الله. يبقى القياس ما فيهوش، لأن ده قاعدة ماشيين عليها. السماع هو الذي نقول فيه اتباع الاستعمال الوارد. نعم. وقوله إن محلا وإن متحدا، أي إن لنا في الدنيا ولنا عنها. إن محلا وإن متحدا، محلا أو محلا ما فيش مشكلة. تقدير الكلام إيه؟ إن لنا في الدنيا حلولا وإن لنا عنها ارتحالا. إن لنا في الدنيا حلولا وإن لنا عنها ارتحالا. تكملة البيت: إن محلا وإن مرتحلا وإن في السفر إذا مضوا مهلا. إن في السفر إذا مضوا مهلا. إن محلا يعني إن لنا حلولا في الدنيا، وإن مرتحلا يعني إن لنا ارتحالا عنه إلى الآخرة يعني، خلاص. وإن في السفر يعني في المسافرين الذين يسافرون عن الدنيا ويرتحلون، حين يمضون عنها لنا فيهم مهل، يعني سنسافر مثل ما سافروا وسنرتحل مثل ما ارتحلوا، وعما قريب نحن نكون معهم. هذا معنى وإن في السفر إذا مضوا مهلا، يعني لنا فيهم إيه؟ عظة واعتبار، لأنهم هم سافروا ولم يعودوا، ونحن كذلك نسافر ولم نعود، عما قريب. طيب الشاهد هنا إيه؟ إن محلا وإن مرتحلا، هذا أيضا اتباعا لاستعمال الوارد عن العرب. تقدير الكلام إن لنا في الدنيا محلا، يبقى حذف هنا مين؟ المسلم. إن لنا، لأن لنا اللي هو مثلا، أو تقول إن في الدنيا لنا محلا، ويبقى في الدنيا هو الإيه؟ المسند. ولنا يبقى لا إيه؟ لا لا، ولنا يبقى ايه؟ معمول الخبر. ان في الدار زيد. طيب ان طعامك زيد اكلا، في معمول ولا ما فيش معمول؟ في معمول. يبقى في خبر وفي معمول الايه؟ في معمول الخبر. فيبقى ان في الدنيا لنا محلا، يبقى ان في الدنيا يبقى الظرف هو الايه؟ هو الخبر المحذوف. ولنا يعتبر معمول الايه؟ معمول الخبر، لان في الدنيا لنا فين؟ لنا في الدنيا، يعني كان الظرف ده لابد له ان يتعلق، الجار والمجرور لابد له ان يتعلق، مفهوم؟ طيب ان في الدنيا لنا محلا، ده الاسم بتاع ان اللي هو المسند ايه؟
المثبت إليها، وإن لنا عنها مرتحلا، يعني إلى الآخرة، وإن لنا إلى الآخرة مرتحلا، يبقى ده المثبت إليه فين؟ مرتحلا. هذا شيء ذكره مين؟ يعني هذا شيء حذف فيه المسند، حذف فيه المسند لماذا؟ اتباعا لاستعمال الايه؟ اتباع لاستعمال الوارد. نعم. وقوله تعالى: قل لو انتم تملكون خزائن. وايه اللي دلنا على انه فيه اتباع استعمال الوارد؟ قالت العرب اذا ارادت المدح والتكثير للشيء والخصوصية معينة له حذفت ذلك المثنى. تقول العرب: إن مالا وإن ولدا، إن مالا وإن ولدا، يعني إن لي مالا وإن لي ولدا. وقد بوب سباوي في كتابه الكتاب هذا باب إن مالا وإن ولدا، يعني معنى ذلك أنه العرب تستعمل ذلك. فنحن إذا استعملناه اتباعا لإيه؟ لاستعماله. طب ولماذا المزية فيه أو الميزة فيه إيه يعني؟ أما أنك حين يهددك إنسان، العرب كان حين يهددها إنسان بالفقر، واحد فيهم يقول أنت فقير خلاص وليس لك أولاد، فيقول إيه؟ إن مالا وإن ولدا، يعني إن لي مالا كثيرا وإن لي ولدا كثيرا. فهو لا يقول إن لي، يريد أن يشير إلى أن هذا المال الذي عنده يظن عن أن يملكه واحد، يظن عن أن يملكه إيه؟ واحد أو جماعة. فأقول له: يا مال كثير عندي. فيقول: إن مالا، يعني مالا لا يذكر ولا يحد، وإن ولدا، يعني إن لي ولدا كثيرا لا يذكر ولا إيه؟ ولا يحد. إذا هنا المقصود بإيه؟ اتباع استعمال الواحد، وأيضا تكثير التكثير للشيء، التكثير للإيه؟ الفايدة بتاعته أو الميزة بتاعته، التكثير للشيء. خلاص؟ مش لازم إن مالا وإن ولدا، يعني من الممكن أن تقول واحد قال لك أنت ليس لك ضياعا، تقول إن ضياعا وتسكت، يعني إنني ضياعا كثيرا. طب أنت مش عالم، ما عندك علم، تقول إن علما، يعني إن لي علما كثيرا كثيرا كثيرا، يبقى تقصد الإيه؟ التكثير. وهل هذا جار على القياس العربي؟ إحنا عندنا لازم نذكر إيه؟ اسم إن وخبر إيه؟ لا، لأن الإيه الخبر ده يعتبر إيه؟ عمدة ولا فضلة؟ عمدة، فلا بد من ذكره، لكن السماع والفايدة في ذكره جعلنا نتبع استعمال الوارد فنقول إن مالا وإن ولدا. خلاص؟ وكون سيباويه وهو من هو جلالة في اللغة يضع بابا خاصا لهذا في كتابه ويقول هذا باب إن مالا وإن ولدا، يبقى معنى ذلك أنه ده أمر مؤصل عند الإيه؟ عند العرب. نعم. وقوله تعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي، هذا أيضا حذف لاتباع استعمال الوارد. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي، لما نيجي نعرف أنتم بنعرفها إيه؟ مبتدأ. ليست أنتم مبتدأ، وإنما هي فاعل لفعل محذوف خلاص فسره تملكون المذكور. شوف الخطوات بتاعتها: فاعل لفعل محذوف فسره تملكون المذكور، وكأن تقديره في غير القرآن قل لو تملكون خزائن رحمة ربي، هذا المعنى، قل لو تملكون خزائن رحمة ربي. طب ايه اللي حصل له ده؟ ايه اللي جرى له ده؟ أم قال لك لما ولد المفسر وهو تملكون كان من اتباع الاستعمال ومن نفي الفضول والاحتراز عن العبث ومن بلاغة القرآن أن يحذف المفسر اللي هو المفعول فعل الأول لدلالة الفعل الثاني عليه. خلاص؟ طيب، فتملكون الأول الذي حذف فيه ضمير ولا ليس فيه ضمير؟
فيه ضمير متصل ولا منفصل؟ متصل. والقانون إذا حذف العامل في الضمير المتصل يتحول إلى ضمير منفصل. ده القانون في القانون النحو التعاون يعني اللغوي الوارد أنه إذا حذف العامل في الايه في الضمير المتصل ما دام ما فيش العامل ما احنا جايبينه علشان جايبينه متصل عشان وصلناه بالعامل حذف العامل ماذا يكون حاله الضمير؟ هل استطيع ان انطق به متصلا؟ لا، لابد ان احوله الى مين؟ الى منفصل. فكأني تملكون التي هي الواو الضمير المتصل ده لما اتحذف العامل بتاعه اللي هو تملكون الاول حولناه الى ضمير منفصل يؤدي مؤداه فحول الى انتم فحول الى ايه؟ الى انتم. ثم فسر المحذوف كله قوله تعالى تملكون الثانيه تملكون ايه؟ ثانيه. فكأن تقدير الكلام قل لو تملكون خزائن رحمة ربي فحذف العامل الأول لدلالة الثاني عليه وهو تملكون وكان الضمير فيه متصلا والقانون عند النحويين أنه إذا حذف العامل في المتصل حول إلى ضمير منفصل. فلما حول إلى ضمير منفصل صار الكلام قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي. طيب وليه الكلام ده؟ علشان إيه؟ قال لك هذا كله عند البصريين فقط من النحويين، وأما الكوفيون فيقولون إن أنتم مبتدع عادي. لما ذلك؟ قال البصريون إن أدوات الشرع إن وإذا ولو إذا ما دخلت على اسم كان الاسم هذا فاعلا بفعل محذوف فسره ما بعده فسره. تذكرون المثال المشهور وإن أحد من المشركين استجارك فأجبه. عند البصريين يقولون لابد من تقدير فعل محذوف عامل محذوف، ويكون التقدير وإن استجارك أحد استجارك من المشركين. وليه التقدير والتكرار ده؟ قال لأنه هو الثاني فسر إيه؟ فسر المحذوف الأول. لأن إن ولو الشرطيتين لا بد من أن تدخل على فعل ولا تدخل على اسم. هذا كلام البصريين وهو الرأي الذي اشتهر عندهم. الكوفيون يقولون لا، نحن لا نقول ذلك، لأني إن عندنا تدخل على الاسم وتدخل على الفعل خلاص، ولو كذلك تدخل على الاسم وتدخل على مين؟ على الفعل. فنحن لا نقول بشيء محدود، بل لو أداة شرط أيضا وأنتم مبتدأ وإيه؟ وتملكون خبر، والجملة تبدأ مثل الإيه؟ الفعل بتاع الشرط بتاع إيه؟ بتاع لو أو بتاع إيه؟ فريحوا دماغهم الكوفيين وقالوا مفيش كلام ده إيه؟ طب إيه السبب في ذلك؟ أما قال لك والله الكوفيون غالبا يقفون عند المسموع ولا يفتشون فيه، والبصريون غالبا ينظرون إلى قواعد اللغة فيقيسون عليها. هذا السبب في هذه المسألة. ولذلك قالوا إن الكوفيين إذا أعيتهم قاعدة لم يجدوا لها شاهدا أو مثالا حتى يدعموا رأيهم السماعي وضعوا لها شاهدا من عند أنفسهم ومثالا من عند أنفسهم. وكم كثرت هذه الشواهد المصطنعة التي وضعت عند الكوفيين، بينما البصريون يقفون عند الكلام المسموع عن الأعراب إن سمع ثم ينظرون إلى القياس. وكان من استقرائهم أنه يروح يجيبوا من الأعراب
سكان الضوادي، فإذا سكنوا الحواضر يقولون لا نأكل عنها. تعلمون أبا عمرو بن العلاء كان يأخذ عن أبي خيرة، وأبو خيرة هذا كان عالما من علماء اللغة وكان من البادية، كان يسمع منه ياخذ، فكان كلما أعياه شيء أخذ منه. وبعد ذلك جاء أبو خيرة وترك البادية وسكن في الحضر، فلما سكن في الحضر أعيا أبا عمرو شيء، فأراد أبو خيرة أن يعني حسب ما كان بيأخذ منه يقول له، فقال هيهات أبا خيرة لا نجلدك لا آخذ عنك اللغة. أنت خلاص سكنت الحضر وكلام الحضر بقى هتاخده من الفرس وتاخد من ده وتاخد، لا آخذ من عندك شيء، إنما أنا كنت آخذ منك أيام ما كنت هناك في البادية ما كانش في حد يختلط بيك. فشوف أبو عمرو بن العلاء بطل، فالبطيين كانوا يتشددون في المسموع ويثيرون على مين؟ على الافتراض والقياس. أما الكوفيون فكانوا يدعمون مذهبهم ويقولون إن ما لقيناش نظر، بس هم ما يصرحوش بكده، لكن الناس اللي بتفتش وراهم عرفت كل هذا الايه؟ كل هذا الأمر. فالآية تقول ايه؟ قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي، أقول لو تملكون تملكون، ثم بعد ذلك حذف تملكون الأولى في غير القرآن. طيب ولماذا أتى الكلام على هذا الوضع؟ لماذا لم يقل الله تعالى قل لو تملكون خزائن رحمة ربي، قل لو تملكون أنتم تملكون خزائن رحمة ربي؟ لماذا؟ أم أن يا أخي لكثرة لنفي الفضول، يعني أنت تنفي الفضول لأنك تكرر الفعل مرتين، ولماذا تكرر الفعل مرتين؟ ولماذا تكرر الفعل مرتين؟ وذكر صاحب الشرح اللي هو الشيخ سعد التذاري، ذكر وقال الفائدة في ذلك أنه لو قال تملكون أنتم وأسند الفعل إلى فاعل خلاص وذكره يعني، لأدى ذلك أن ذلك من الممكن أن يكون مملوكا لكل أحد، ولكن لما قال قل لو أنتم تملكون أفاد خصوصية لمن يملك، أفاد خصوصية لمن يملك. الناس اللي بتفتش في الأساليب بتدور على كل حاجة وبتلاقيها، وقطعا هيقول ده فيه وإن أحد من المشركين إيه؟ يعني إذا العلة ما هيش علة نحو بس، لا ده برضو نحو بلاغة الاثنين، ومزايا موجودة في التقديم وفي التأخير وفي الحذف وفي الإيه؟ وفي الفكر وفي الحذف وفي الفكر. نعم. ماذا؟ هل الذي قلته أخيرا؟ الذي قلته لم أقله أنا، قال سعد رحمه الله، وقال إنه إذا قيل تملكون أنتم وليس فيه محذوف لكان ذلك موحيا بأن كل إنسان يمكن أن يسند إليه الملك، ولكن حين قدم وقال قل لو أنتم تملكون فدل ذلك على أن الملكية قد تكون مخصوصة للبعض دون البعض. نعم. فقوله تعالى فصبر جميل يحتمل الأمرين، أي أجمل فصبر جميل يحتمل الأمرين، يعني هو ذكر بعض الآيات التي أو بعض الأمثلة التي يمكن أن يكون المحذوف فيها المسند وتحتمل المسند حسب المسند إليه أيضا، تحتمل حسب المسند إليه. طب والميزان يقتضي ماذا؟ قال لك والله إن وجدت الفائدة في أن المحذوف المسند تبقى هو عندها المحذوف، وإن وجدت الفائدة في أن المحذوف فيها المسند إليه يبقى هو عندها إيه؟ عندها يكون المحذوف. فقوله تعالى فصبر جميل، تقدير الكلام فصبر جميل أجمل، صبر جميل أجمل. طيب لما نيجي نقول فصبر جميل أجمل يبقى حذف ماذا؟ حذف المسند اللي هو أجمل، يعني فصبر ده مبتدأ وجميل صفة وأجمل وأحسن، يبقى هو ده الايه؟ الخبر أو المسند يعني. طب لو قدرنا أنه قلنا إن المحذوف هو المسند هيبقى الكلام ايه؟ فأمري صبر جميل أو فحالي صبر جميل.
أنت إذا تذوقت البلاغة تجدها أين تكون؟ فصبر جميل أجمل ولا فأمري صبر جميل؟ أنهي فيهم بقى؟ ليه؟ أجمل. نعم؟ صبر جميل أجمل. أجمل؟ ها يعني لماذا؟ فأمري لأن هذا فيه نوع من التكرار. فصبري صبر فصبري جميل أجمل فيه تكرار. فصبر جميل أجمل. أمال فأمري صبر جميل؟ فيه إطالة. ها؟ لا؟ مش لا سيب الإطالة، إحنا عايزين ندور على المحذوف وهنجيب له التقدير ونشوف مين اللي يدي بلاغة أحسن، أنهي فيهم اللي يدي بلاغة أو يدي معنى أحسن وأفيد. فصبر جميل أجمل؟ فأمري صبر جميل؟ أنا أمري صبر جميل عليكم لأن الأمر قد اختلف. أنتم يعني واحد يقول فصبر جميل أجمل، ما المادية يا شيخ اللي قلت فصبر جميل أجمل؟ ما المادية؟ يفيد العموم. نعم؟ يفيد العموم. تفيد العموم؟ وكأنه يريد أن يعلم غيره من الجالسين أمامه من أبنائه أن هذا الصبر الجميل أجمل من الإيه؟ من الجدع الذي كان يمكن أن يكون منه في تلك الحالة الصعبة حينما قالوا له إنه جاء على قميصه بدم كذب ومرة ثانية أخذوا له بنيامين وركعوش تاني، فقال فصبر جميل أجمل، يعني أجمل بي أنا، لأنه نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى، فالصبر الجميل بالنسبة له أجمل من الإيه؟ من الجزع. طب هذا بالنسبة للمحذوف المسند، كويس المعنى كده؟ طب المسند إليه؟ لما نيجي نقول المسند إليه؟ فأمري الدائم المستمر الراضي بقضاء الله تعالى أن حالي صبر جميل، حالي صبر جميل. يبقى الأول نريد أن يعطي قضية، فصبر جميل أجمل بي من الجلع وأفضل بي من السخط على قضاء الله تعالى مما حدث لي. خلاص. الثانية بتقول فأمري أمام هذا القضاء الصعب الشديد أمري صبر جميل، أنا صابر وصبر أيضا ليس عاديا بل هو صبر إيه؟ بل هو صبر جميل. النحويين بيفضلوا الأول المحذوف المبتدأ، المحذوف المبتدأ، والبلاغيين قدموا في ذلك وقالوا المحذوف الخبر أفضل، المحذوف الخبر أفضل. أولا لأن المبتدأ أعمد من الخبر، لأن المبتدأ أعمد من الخبر. ثانيا لأن القضية اللي هيقولها تعليم لغيره، وأما فأمري صبر جميل هو يخبر عن حالته هو وحده فقط، يخبر عن حالته هو وحده فقط. فكأن هنا المسند أحسن لما يبقى المحذوف المسند يكون إيه؟ أبلغ. لكن عند النحويين المحذوف المسند إيه؟ نعم. يحتمل الأمرين أي أجمل أو فأمري، ولا بد من قليل. ومن ذلك قوله سبحانه أيضا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة، طاعة معروفة. الشاهد في قوله تعالى طاعة معروفة، يبقى إيه؟ لو قلت إن الحذف للمسند حيث تقدير الكلام إيه؟ لا تقسم طاعة معروفة خير لكم من القسم بدون عمل، يعني بدل ما تحلفوا وانتوا قاعدين في مكانكم ولا حركة ولا أي شيء طيعوا الأوامر أفضل لكم من الحلف والإقسام، لأن ذلك قد يكون بألسنتكم وأفعالكم بريئة منه، مش كده ولا ايه؟ يبقى كده المسند هو اللي ايه؟ هو اللي محذوف. تقدير الكلام طاعة معروفة أجمل بكم وأحسن بكم من الحلف وأنتم لا تطيعون ولا تفعلون شيئا، وأنتم لا تطيعون ولا تفعلون شيئا. طيب هنا بقى لو قلنا إن المحذوف هو المسند إليه هيبقى تقدير الكلام
30 قل لا تقسموا فأمرنا طاعة معروفة لك. أمرنا طاعة معروفة لك أو حالنا طاعة معروفة لك. طب بالله عليك لو حذفنا المبتدا مش هيبقوا كذابين ولا مش هيبقوا كذابين؟ هي حالتهم ايه؟ طاعة ولا عدم طاعة؟ عدم طاعة. فلو هم قالوا أمرنا طاعة معروفة يبقوا كذبوا ولا ما كذبوش؟ يبقى لما نقول طاعة معروفة خير لكم يبقى احنا بننصحهم، هيكون أحسن ولا يكون أفضل ولا المبتدا يكون أحسن؟ لو قالوا أمرنا طاعة معروفة وهم لم يطيعوا أماذا يكون حالهم؟ يبقى نافقوا مرتين، مرة في الإقسام ومرة في ادعائهم أنهم سيطيعون وهم ما بيطيعوش، يبقى كذا. طب لو قلت طاعة معروفة أفضل وأجمل بكم من القتل بألسنتكم دون العمل بقلوبكم، هيبقى إيه؟ يبقى ده الخبر أحسن واللي يبقى محلول. الخبر أحسن. ومنه قوله تعالى ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، آية في سورة النساء يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله المائدة، كل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. هنا جمعانا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دين ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة. المحسوس هنا إيه؟ الخبر ولا المبتدأ؟ ليه هيبقى إزاي؟ ولا تقولوا آلهة ثلاثة. إذن يعني كيف يقال ذلك ولا تقولوا آلهة ثلاثة؟ إذن قولوا إلهين اثنين، هيبقى كده ولا إيه؟ ولما تقول أقول لك ما تقولش ثلاثة يبقى ممكن أقول إيه؟ يقول اثنين؟ مش كده ولا إيه؟ ممكن يقول أربعة. بس اللغة قالت إن مدام نفيت عدد يبقى الذي ينفى بعد ذلك ما تحته ولا ما فوقه؟ لا ما تحته، ما تحته. أقول لك لا تقول أربعة، خلاص لا تقول أربعة، يبقى ما أقولش ثلاثة، أقول ثلاثة ماشي، ما نهكش عن إنك أقول ثلاثة ولا اثنين، لكن ما دام أقول لك ما تقولش أربعة ما نهكش عن إن أقول لك ما تقولش خمسة، لأن خمسة مش واردة خالص، ليست واردة. فقوله تعالى ولا تقولوا ثلاثة، لو قلنا آلهة ثلاثة لو قالوا البعد يعني لعنهم الله، لو قالوا آلهة ثلاثة يبقى معنى ذلك إيه؟ يجوز إنهم يقولوا إيه؟ اثنين. طبعا ده ما ينفعش ولا إيه؟ ها هيبقى يبقى الموجود إيه بقى؟ المفروض إيه؟ المفروض يبقى الكلام في إيه؟ ولا تقولوا آلهة ثلاثة يبقى تجيد العدد في أقل من الإيه؟ في أقل من الثلاثة، خلاص كده؟ طيب أمال يبقى الكلام إيه؟ يبقى المحذوف هو الخبر ولا متعلق الخبر؟ المحذوف متعلق الخبر. بعض العلماء قال ولا تقولوا في الكون آلهة ثلاثة أو ولا تقولوا لنا آلهة ثلاثة، ولا تقولوا لنا آلهة ثلاثة. ليه؟ لأنه هنا نفى شيئا مخصوصا كان النصارى يقولونه، نفى شيئا مخصوصا كان النصارى يقولونه، خلاص؟ يبقى ما يقولش ولا تقولوا آلهة ثلاثة وإنما يقول ولا تقولوا لنا آلهة ثلاثة، يبقى ما دام نفينا الثلاثة يبقى ما فيش إلا الواحد بقى اللي هو بيقوله المسلمين وجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى ذلك أنك قد جعلت الخبر المبتدأ هو اللي محذوف، أنت جعلت المبتدأ هو إيه؟ هو اللي محذوف، لا الخبر هو اللي محذوف. ولا تقولوا لنا آلهة ثلاثة، يبقى جعلت الخبر هو اللي إيه؟ هو اللي محذوف. إنما في الأولانية ولا تقولوا آلهة ثلاثة يبقى جعلت إيه؟ الموصوف هو اللي محذوف،
الموصوف هو ان محذوف، والموصوف من الممكن اذا لم تصفه بالثلاثة يجوز ان تصفه بالايه؟ بالاثنين، ويجوز ان تصفه بغير الثلاثة. لكن انت لما تحذف الخبر هنا يبقى قصدك تقول ولا تقول ثلاثة، اي تلك المقولة التي يقولها النصارى وهم قالوا لهم آلهة ثلاثة انتم لا تقولوها، انتم لا ايه؟ لا تقولوها. نعم. ولا بد من قرينة فوقوع الكلام جوابا لسؤال محقق. نعم. نحو ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. كل حذف أو ترك لا بد له من قرينة تدل على المحذوف وتعين المحذوف، هذا لا بد له من ذلك. كل حذف أو ترك لا بد له من قرينة تعين المحذوف. طيب زي ايه؟ سؤال مثلا كسؤال ورد يقول تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. المحذوف مين؟ الله. لا المحذوف مين؟ المسند. المسند والمسند اللي هو الفعل. تقدير الكلام ليقولن خلقهن الله. طب ما المانع ان يكون المحذوف المسند؟ المسند اه كده يعني. وما المانع ان يكون المحذوف اللي هو الصفه الله خالق السماوات والارض؟ ما المانع؟ قال لك في قرينه دلت على المحذوف وعينت المحذوف. ايه القرينه؟ ذكره تعالى هذه العباره عنه بنفس الفعل الذي حذفه هنا، وذكر غيرها ايضا في نظائرها فذكر الفعل. يقول تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن العزيز العليم. قوله خلقهن عين لي ان المحذوف هنا الله. الله خلق السماوات والارض. الله خلق السماوات والارض. يبقى لما تيجي في قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض تقول ايه؟ ليقولن خلقهن الله. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك انه قال في ايه اخرى ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن العزيز العليم. خلقهن العزيز. وايضا مثلها قوله سبحانه وتعالى في نظيرتها وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره. فذكر المسند هنا اللي هو الفعل. فعشان الايات دي كلها كانت قرينه على ان المحذوف في تلك الايه ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن ايه؟ ليقولن الله، اي ليقولن خلقهن خلقهن الله. يبقى هذه دلتني على شيئين، على ان المحذوف المسند، ثانيا دلتني على ان المحذوف مقدم، ان المسند مقدم على الايه؟ على المسند اليه. المسند هنا مقدم على المسند اليه، وطبعا طالما كان المسند اليه فاعل، ها؟ فاعل يبقى ايه؟ لا طالما كان المسند فعل يبقى لازم يقدم على مين؟ على الفاعل، مش كده؟ كان من الممكن ان يقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن خالقهن الله. يبقى خالقهن هو المبتدا والله هو الايه؟ هو الخبر. فليه ما قلناش ان خالقهن المبتدا هو المحذوف؟ عينت قوله تعالى خلقهن العزيز العليم قل يحييها الذي انشاها هي التي عينت ان المسند الفعل هو المحذوف. نعم. تأخرنا عليكم؟ احنا قربنا يعني، ما اعرفش المثال اللي جاي ده هنقدر، كنا عايزين ناخد لغاية ذكر المسند حتى النهارده. يعني هو فاضل بس حاجة بسيطة ان شاء الله. أو مقدر نحو لا ليبكى يزيد ضارع ليبكى يزيد ضارع لخصومته. ليبكى يزيد ضارع لخصومته. أيوه. وفضله هو على مقدر. ال
القرينة هنا أن يكون المسند إليه مقدر، لا أن يكون السؤال مقدرا، يعني القرينة إما أن يكون السؤال مذكورا وفي نظائره ما يدل على حذف المسند، وإما أن يكون السؤال مقدرا جاء بهذا البيت وهو ضرار لضرار ابن نهشل يرثي أخاه يزيد ابن نهشل، فقال ليبكى يزيد، طبعا يزيد كان مات يعني، ليبكى يزيد، يبكى لفعل ايه؟ مضارع مبني لايه؟ للمجهول، واذا دخل عليه لام الامر كان يفيد الايه؟ يفيد الامر، ليبكى يزيد يعني تخلي الناس تبكي مين؟ يزيد. كويس، ليبكى يزيد، اليست هذه الجمله تثير سؤالا؟ بلى. طيب ما صورة ذلك السؤال؟ من الذي يبكيه؟ أو السؤال المقدر هو اللي بيقول قرينة بتدل على ذلك يعني. خلاص؟ ليبكى يزيد، فلما قال خلي يزيد يبكى، ليبكى يزيد. فالسؤال ماذا؟ السؤال المقدر من الذي يبكي يزيد؟ من الذي يبكيه؟ فقال طارع لخصومة. تمام البيت ومختلط مما تطيح الطوائف. ليبكى يزيد، من الذي يبكيه؟ يبكيه ضارع. يبقى في سؤال مقدر اجبنا عليه بقولنا يبكيه مين؟ يبكيه ضارع. الضارع هو الذليل، ذليل الضارع حقه يعني الناس بتذله، يروح لمين؟ ليزيد هذا، واخد بالك؟ فينصفه في خصومته فيقول ليبكى يزيد، وبعدين سأله سائل من يبكي؟ فقال ضارع لخصومه، الذليل الذي يحتاج الى يزيد لينصره في خصومته هو الذي يبكيه ايضا. ومختبط، والمختبط السائل الذي يطلب حاجه منه، مختبط يعني الذي يذهب اليه محتاجا يطلب منه حاجة، تطيح أي تذهب، والطوائح جمع مطيحة على غير القياس، طوائح جمع مطيحة على غير الإيه؟ على غير القياس. يبقى هنا فين المحذوف بقى؟ يبكيه ضارع، الأولانية ما فيهاش محذوف، ليبكى يزيد، خلاص؟ القرينة التي تدل على أن المحذوف على عين المحذوف المسند قال لك سؤال مقدر اثارته تلك الجمله ليبكى يزيد، خلاص؟ والسبب في اثارتها هذا انها بنيت للمجهول، ليبكى يزيد، ان بنينا يبكى يزيد للمجهول. تعرف لو بنينا للمعلوم وقلنا ليبكي يزيد، ليبكي يزيد مضارع لخصومته ما فيهوش اي مشكله خالص ولا حذف ولا اي حاجه، انما هو البلاغه بتاعته والجمال بتاعه ايه؟ ليبكى يزيد. يعني بيقول خلي يزيد يبكى، الناس تبكيه. طب قال قائل من يبكيه؟ زي من خلق السماوات والارض لا يقولون خلق الله، خلقهن الله. تبديل الكلام ليبكى يزيد، من يبكي يزيدا؟ فاجاب ضارع لخصومته ومختلط مما تطيح الايه؟ مما تطيح الطوائف. يبقى الذي دلنا على المحذوف هنا، على المحذوف هنا تقدير السؤال المقدر الذي يثير ان المحذوف ايه؟ ان المحذوف فعل، ان المحذوف فعل. ومنه قوله تعالى ايه؟ يسبح له فيها بالغدو، عشان نختم عند الايه القرانيه ما نختمش عند السؤال بتاع يزيد ده، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. القراءة عندنا المشهورة ايه؟ يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، لأن يسبح رجال دي فعل وفاعل ما فيهاش مشكلة، لا احنا عايزين ايه؟ يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. لما قال
القراءة دي يسبح له فيها كأن قائلا قال من يسبح؟ فقيل يسبح رجال. يسبح ايه؟ يسبح رجال. يبقى كأن رجال هذا، كأن رجالا هذه فاعل لفعل محذوف دل عليه سؤال مقدر أثاره قوله تعالى إيه؟ يسبح له فيها بالغدو والإيه؟ والآثار. من يسبح؟ يسبح رجاله. وكذلك قوله تعالى كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله، على قراءة كذلك يوحى. إحنا عندنا القراءة المشهورة كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله، فعل وفاعل ما فيش مشكلة. لكن في قراءة ثانية كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك، كده وقف الكلام. وبعدين الله العزيز الحكيم، فكأن سائلا سأل من يوحى، من يوحي إلى محمد وإلى غيره من الرسل، فقال تعالى الله العزيز الإيه. طب فايدة ده إيه؟ المبني للمجهول فايدته أنك تذكر الشيء مرتين، تذكر الفائدة مرتين. مرة ببناء الفعل للمجهول لتقول إنه لا بد له من نائب فاعل، ومرة تانية لتذكر الفعل مع الفاعل المقدر. يبقى كأنك ذكرت الفائدة مين؟ مرتين. إنما لو أنت جعلت نائب الفاعل ده مفعول، المفعول هيبقى إيه؟ فضلا لعمدة، يعني ممكن يذكر وممكن لا إيه؟ لا يذكر. فلما جعلته نائب فاعل كان ولا بد من ذكره، لأن نائب الفاعل يأخذ حكم مين؟ يأخذ حكم الفاعل. هذا إن شاء الله تعالى نحاول أن نزيده بعض الوضوح في المرة القادمة. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه.